على محمد وآل محمد. عظم الله أجركم، عظم الله أجركم، إن شاء الله جعل مع الحسين إن شاء الله وأهل الحسين إن شاء الله. أيوة حسين مدعنا الحسين عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان للرجل أخذ الطفل من مراكز الأطفال ورباه، كيف يمكن تحقق المحرمية بين الطفل والأبوان اللي ربى الطفل؟ الجواب: لا توجد محرمية بين الأب والبنت إذا كانت طفل بنتا، وبين المرأة والطفل إذا كان ولد، إلا إذا كان بينهما الرضاع، فالرضاع توجب المحرمية، أحد الطرق للمحرمية الرضاع. ولكن إذا لم يتحقق ذلك فلا تكون محرمية. السؤال: أحيانا يحصل الحرج، هل الحرج يوجب التسهيل في هذه المسألة؟ الجواب: الظاهر أنه كما يستفاد من ارتكاز المتشرعات لا تتحقق المحرمية بمثل هذه الأمور بمجرد الحرج وما شابه. بالنتيجة تقييدش ميكون عرض كارده بالهمين لازم لينك بوده يانا عرض كارده. وهذا مستفاد من مجموعة من الأدلة، مثلا وإن كان يتأذى الشاب وكان في حرج هذا لا يجوز له المحرمات، وهذا ظاهر الارتكاز، هذا موجود في هذه المسألة، عدم شمول الحرج لمثل هذه الموارد. ارتكاز المتشرعة ربما نقول أنه كاشف عن الحكم الشرعي. صورای ارتکاز یه مواردی را میگیره، ارتکاز متشرعی کاشف از حکم شرعیه. ها میدونم اکسی پیشش محرز عیبی نداره، بعضی هم شاید فرمودن، اما به نظر من نمیاد. يعني بالنتيجة مسألة اجتهادية، فقيه جامعة الشرائط برداشتش اگه اینه که ارتكاز متشرعه نیست اینجاها بل لا حرج. السؤال هنا: في هذه المسألة بعض الفقهاء قالوا بالتحليل بناء على حصول الحرج، فما هو الوجه؟ الجواب: المسألة اجتهادية، والخلاف المسائل الاجتهادية بين الفقهاء متحقق، فهذا يرجع على اجتهاد الفقيه واستظهار الفقيه، وعلى المقلد أن يتبع ما يفتي به مقلده. نعم. نعم. تدفع الدية إليهم من بيت المال. أنا السؤال أنه الورثة أيضا إذا كانوا نواصي، أولا هل الرواية هذه معمول بها لأنه قتل الناصبي كان واجب على المؤمن أن يقتل هذا الناصبي في حين نصبه، فإن كان الورثة أيضا نواصي هل يستحقون الدية أم لا؟ ببالي أن الرواية هم إشكال سندي بي هم إعراض الفقهاء، مشكور الفقهاء عنه، ولذا هذا التفصيل اللي له ورثة أو ليس له ورثة ببالي هشكل إشكاليا أكو بالرواية. شوفوا الجواهر والفقه.
السؤال سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى السؤال في يوم الأمس اللي ذكرتم حول التوسعة في المستحبات، الظاهر من بعض المستحبات أنها مختصة بوقت معين خاص، فهل تجري التوسعة في تلك المستحبات كتلقين الميت مثلا، فإنه مثلا يقول إذا جاءك الملكان المقربان فمثلا بعد أسبوع قد انتهى هذا الأمر، فهل هنا تجري القاعدة قاعدة التساهل في المستحبات أو التوسعة في المستحبات اللي ذكرتموها؟ الجواب، ذكرنا أن هناك قاعدة عامة مستفادة من مجموعة كبيرة من الأدلة الواردة في المستحبات ومن آراء الفقهاء في المستحبات، لتدل هذه القرائن المتعددة على وجود التوسعة في المستحبات. وقد ذكرنا سابقا في المجالس العلمية بأن هناك أحد الفقهاء قد جمع مجموعة هذه الفتاوى اللي هي تزيد عن 200 فتوى ليحصل الاطمئنان للفقيه بأن هناك توسعة في المستحبات من جهات مختلفة. نعم، إذا ورد دليل خاص أو ارتكاز متشرع في خصوص بعض المستحبات بعدم التوسعة من وجهة معينة، فيكون العمل بحسب الدليل. راجعوا كتاب العروة، ترون أنه بالنسبة إلى غسل الجمعة السيد الطباطبائي اليزدي عمم الاستحباب إلى يوم السبت وخصوص يوم السبت، ولكن هناك مجموعة من الفقهاء المعلقين على كتاب العروة قالوا بتعميم هذا الاستحباب حتى إلى يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وهذا التعميم موجود في رأي بعض الفقهاء. نعم، إذا كان هناك ارتكاز عند المتشرعة مثلا بالنسبة إلى أداء غسل الجمعة بعد سنة سنتين أو فترة طويلة جدا، فهذا ارتكاز المتشرع ينفيه. فبالنسبة للمستحبات بحسب مقتضى الجزئيات المتعددة هو وجود التوسعة في المستحبات. دليل در إجماعي محس در واجبات، أما در مستحبات نه، هم مقتضای جمع جزئیات. سلام علیکم. اهلا و سهلا. الورع عن محارم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه واله في خطبته لامير المؤمنين بعد الخطبه صلوات الله عليه، الورع عن محارم الله. وعليكم السلام. بعض المسائل العالم يقول لك ارجع لعالم اخر. اي ارجع للعالم الاخر من الاحياء او الاموات؟ لا لا، احياء. لا لا لا، شو جنابك اذا تقلص في المرجع تقليد في بعض المسائل ما عنده فتوى، هذا ترجع الى مرجع تقليد اخر اللي حي لا ميت. في هاي المسألة اللي ما عنده فتوى اي ترجع الى مرجع تقليد اخر اللي هو حي، بقية المسائل لا ترجع الى نفس مرجع تقليدك. اي مشكور. مشكور مشكور، ادعو لكم وتدعون لي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. السؤال سماحة السيد المرجع، بالنسبة الى صلاة الليل والتوسعة في صلاة الليل، هل يمكن ان يؤديها في غير أجل مثلا يقدم صلاة الوتر
أو أن يؤخر ويقدم ما ورد من المستحبات في كيفية أداء السور في صلوات الليل؟ الجواب بالنسبة إلى المستحبات في هذه الأمور، قال بعض الفقهاء أن هذا مخالف لارتكاز المتشرع، فكما ذكرنا لو ثبت صغرى الارتكاز في مورد معين فهو دليل تام نقول به ونعمل به. فهنا أيضا كذلك، إذا قدم صلاة الوتر على صلاتي أو ركعتي الشفع، فإن قلنا أن هذا مخالف للارتكاز فلا نقول بالتوسعة في مثل هذه الموارد. وقد نقل صاحب الجواهر كلاما عن بعض الفقهاء وقال أنه بالنسبة إلى المستحبات لا يجوز التبعيض في العمل، مثلا أنه لو أراد أن يصلي صلاة الليل 4 ركعات فإنه غير جائز. طبعا صاحب الجواهر أشكل على هذا القول ولم يقبله، فالظاهر أن ذلك يرجع أيضا للارتكاز، فقد ربما يرى الفقيه الارتكاز. هذا كله يرجع إلى الاستظهار. كثير من الخلافات الفقهية في المسائل الشرعية مصدرها الاستظهار واختلاف استظهار الفقيه. في مثل الارتكاز نقول بأن كبراه لا إشكال فيه، ولكن البحث في الصغريات الارتكاز أنه هل تحقق الارتكاز في هذا المورد أو لا، هذا يرجع إلى فهم الفقيه واستظهار الفقيه من الموارد المختلفة. كبرى الارتكاز لا إشكال فيه، مثل الظهور لا إشكال فيه، أما إن جاء ظهور هسيانيس بس بفهم فقيه، إن جاء ارتكاز هسيانيس بس بفهم فقيه برداشت فقيه. بله السؤال، ورد في الروايات بعض المستحبات لليلة الدفن، هل يجوز ويمكن تقديم هذه المستحبات بعد فوت الميت وقبل ليلة دفنه أو لا؟ الجواب لو راجعنا الروايات فإننا نرى نوع من الخلاف في نصوص الروايات. صاحب العروة قال بوجوب باستحباب هذه المستحبات التي تفضلتم به في ليلة الدفن، ولكن في بعض الروايات ورد بأنه يفعل صلاة المستحب اللي تكون صلاة ليلة الدفن في أول ليلة موته. مثلا لو توفى المتوفي الميت العصرا فالصدقة اللي تؤدى تكون في نفس الليلة، لأن هي من أصعب الليالي على الميت. فقد ورد أيضا عن بعض المعلقين على كتاب العروة في بعض الحواشي قالوا بأنه عبارة ليلة الدفن كان من جهة أن المتداول في تلك الأزمنة هو دفن الميت في نفس ليلة وفاته، فلم يكن متعارفا أن يؤخروا التدفين بعد الوفاة، والجنازة الوحيدة اللي بقت بعد الوفاة جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله، تأخر الدفن 3 أيام، وأيضا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام تأخر لأيام وبعد ذلك حصل الدفن، ولكن هذه كانت استثناءات. أنا أتذكر في الزمن السابق في كربلاء وفي النجف الأشرف لما كان يتوفى الميت كان يدفن في نفسه ليلة موته، فلذلك قالوا بأن عبارة ليلة الدفن الوارد في بعض الروايات هو من جهة أن المتعارف أن يدفن الميت في نفس ليلة وفاته، فيكون هذه الأمور في الأول ليلة من وفاة الميت. نعم صاحب العروة هنا له احتياط وقال بتكرار هذه الأعمال 2 من جهة الاحتياط المستحب في ليلة الوفاة وليلة الدفن، ولكن الظاهر أن الليلة الصعبة على الميت هو الليلة اللي توفي فيها، ليلة الموت.
خب احتیاط بد نیست، اما از اون روایتی که داره بر میت سخت ترین شب. نعم، ورد هناك بعض الاستثناءات اللي تأخر الدفن كبدن رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسين عليه السلام، فهذه استثناءات كانت، ولكن المتداول والمتعارف في الأيام القديمة هو أنه كان يدفنون الميت في نفسه ليلة وفاته، كانت في ساعة الفوت كان يعلنون وفاته، وبعد ذلك كان يتم التشييع والدفن. فالظاهر أن الرواية اللي ورد فيها الدفن هي محمول على المتعارف في تلك الأزمنة، ولكن في هذه الأيام قد يتأخر الدفن بعض بضعة أيام بعد فوت المتوفى الميت. حمل شده بر متعارف، نه اینکه مثلا حالا اگه چند روز بعد از موت دفن کردن نماز اون وقت بخونن. بله، عرض کردم دفن ملاک نیست، ملاک موته. اگه امشب مرد ولو فردا دفنش کنن همین حالا نماز بخونن، اگه امروز مرد همین امشب نماز بخونن. السؤال: سماحة السيد، ورد في هذه الروايات الأمر بالصدقة، فإن لم يتمكن من الصدقة يصلى عليه، فهل هذا الترتب لابد أن يراعى؟ الجواب: إذا أدوا الصدقة فظهر أن شدة استحباب الصلاة ينتبه. هذا موجود في مختلف المستحبات، مثلا بالنسبة إلى أول صلاة أول الشهر بأنه يتصدق المكلف في أول ليلة من الشهر، وبعد ذلك أيضا يصلي، فالصدقة مستحبة والصلاة، فهذا أيضا من جهة التوسعة في المستحبات تجري في هذه الموارد أيضا، فهنا يتصدقون للميت بعد ذلك أيضا يصلى الصلاة المعروف صلاة ليلة الدفن. مگه اینجا ارتکاز برخلاف باشه؟ بله بله. السؤال: سماحة السيد المرجع، بالنسبة إلى قضاء المستحبات، هل هذا أيضا يتوقف على وقت معين، أو هل يكون التوسعة الموارد الخاصة؟ الجواب: بالنسبة إلى القضاء لا أشكال فيه، يمكن قضاء المستحب بعد ذلك. البحث اللي ذكرناه في التوسعة هو أداء المستحب بعنوان المستحب بعد وقت معين، فهذا اللي يفيده قاعدة التوسعة في المستحب. إذا سلمنا وقبلنا التوسعة في المستحبات في مختلف الموارد فتكون هذه مصادقها، ولكن إذا لم نسلم لهذه القاعدة فأداء غسل الجمعة في يوم السبت هذا غير تام، بل بحاجة إلى دليل معين، وهذا لذلك استشكل بعض الفقهاء في هذه التوسعات المذكورة. السؤال: سماحة السيد، ورد بالنسبة إلى غسل الجمعة التقديم عن يوم الجمعة، يغتسل يوم الخميس، فما هو الوجه؟ هل هنا أيضا تجري التوسع؟ الجواب: بالنسبة إلى تقديم الغسل فقد ورد أنه لمن لا يتمكن من الحصول على الماء في يوم الجمعة فهذا يقدم الغسل يوم الخميس، هذا ورد في الرواية. از باب توسعه اگه کسی بگه قبول، اگر نه عبادت دلیل میخواد. بله بله.
السؤال سماحة سيد، بالنسبة إلى الصوم في أيام التشريق، هل يجوز تأخيره إلى آخر الشهر، خاصة ورد في الآية المباركة أن تكون في الحج لا في أشهر الحج؟ الجواب هنا ظاهر يستفاد من بعض الروايات أنه يجوز هذا التأخير إلى آخر أشهر الحج، فمن هذه الجهة قالوا بجواز ذلك في جميع شهر الحج، وهذه الرواية معتبرة. لابد أن نرجع إلى القرآن إلى والروايات معا، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي. فالعمل بآيات القرآن الكريم يكون مع النظر إلى الروايات الواردة في المسائل المختلفة. از قول و عمل و تقریر 14 معصوم مثل قرآن حجت. السؤال سماحة السيد، ورد في كتاب العروة بأنه يصلي صلاة ليلة الدفن يوم الفوت، مع أنه الظاهر أنه يكون في ليلة الدفن. الجواب: ورد في العروة وأنه قال بأنه يكون صلاة ليلة الدفن في ليلة الفوت، وأيضا لو تأخر الدفن فيصلى مرة أخرى في ليلة الدفن، وهنا الاحتياط هو ما نجده في العروة. ولكن بحسب الرواية وكما ذكرنا أن الصلاة تكون في ليلة فوت، ليلة الموت. هر قد ظهور، هر قد فهم عدم خصوصیت شد میشه ظهور حجت. اگه هر جای فهم عدم خصوصیت نبود ولو شک کردیم. السؤال سماحة السيد، المرجع ورد بالنسبة إلى بعض الأحكام زمان ومكان محدد، هل يمكن تعميمها إلى غير مكانها وزمانها؟ الجواب: هذا يرجع إلى فهم عدم الخصوصية وتنقيح المناط، هذا يرجع إلى فهم الفقيه. إذا كان هناك في المسألة إمكان تنقيح المناط أو فهم عدم الخصوصية فيمكن، ولكن الأصل هو خلاف ذلك، الأصل عدم ذلك. نعم، إذا كان دليل على عدم الخصوصية فيمكن. وأما بالنسبة إلى المستحبات كما بينا بالتفصيل بأن التوسع في المستحبات مستفاد من مجموعة كبيرة من القرائن والشواهد ومجموعة من فتاوى الفقهاء، قد جمع هذه الفتاوى أكثر من 200 مورد من التوسع في المستحبات، اللي يوجب هذا الاطمئنان للفقيه بتمامية هذه القاعدة. نعم، بعض الفقهاء أيضا لا يرى هذه التوسعة، كما حصل الخلاف في غسل الجمعة بعد يوم السبت، هنا حصل خلاف، جماعة لا يقولون بتماميته وجماعة قالوا بشرعية الاستحباب في بعد ذلك، والوجه يرجع إلى مسألة التوسعة في المستحبات. السؤال: إذا أداه برجاء المطلوبية فهل هنا أيضا تام أو لا؟ الجواب: لا بحث بالنسبة إلى رجاء المطلوبية، لأنه يعمل هذا العمل برجاء أن يكون مطلوبيا، فهذا لا، هذا خارج عن موضوع بحث اللي ذكرناه. يعني نية استحباب نميكنه، ميقول شاید، شاید.
السؤال سماحة سيد الفقهاء يقولون بخصوصية الألفاظ والحدود اللي واردة في كلمات أهل البيت عليهم السلام، فكيف هنا ذكرتم التوسع؟ الجواب قد تقدم وذكرنا أنه هناك خصوصية في خصوص الأحكام المستحبة، وأنا أتذكر أنه في السنوات الماضية في ليالي شهر رمضان في المجالس العلمية قد ذكرنا في 3 ليالي خصصنا البحث بمبحث التوسعة في المستحبات، وجئنا وذكرنا مجموعة كبيرة من الصغريات اللي ربما تبعا لجماعة من الفقهاء يمكن أن نقول بالتوسعة في المستحبات. السؤال سماحة السيد المرجع، لو كان هناك التوسعة في المستحبات فهل يعمل المكلف الفعل المستحب بعد زمانه بقصد الرجاء؟ الجواب بناء على تمامية التوسعة في المستحبات فيمكنه أن يؤدي المستحب بنية الاستحباب، بنية العمل المستحب، كما ورد ذلك في غسل الجمعة أنه إذا أخره إلى يوم السبت فيؤدي الغسل غسل الجمعة. مستحب شرعان غسل الجمعة روز الجمعة أجنش نكر ولو اختيارا ولو عمدا نكر روز شنبه أنجام بده، ويا فقيه دیگه میتونه نه اگه نکرد تا روز جمعه دیگه میتونه انجام بده. بله اون به خاطر بعضی روایاتشه، بله چون روایات متعدد در غسل جمعه، یعنی بعضی فرمودن اگه ظهر جمعه گذشت. السؤال ورد في بعض كتب الفقه انه لو اراد ان يغتسل غسل الجمعه بعد الظهر فيؤديها رجاء، فما هو الوجه في هذا الفتوى؟ الجواب كما ذكرنا أنه بسبب بعض الروايات اللي ورد فيها أن يكون أداء غسل الجمعة إلى الظهر، فهنا بعد الظهر قالوا بأنه هذا لا يكون لا أداء ولا قضاء، فلذا قالوا به من جهة أنه يؤدي الغسل برجاء محبوبية. وهؤلاء الفقهاء كما هو ظاهر أنهم لا يقبلون ولا يرون تمامية قاعدة التوسعة في المستحبات. من جملة هؤلاء الفقهاء السيد الوالد أيضا كان يقول بأنه لو أراد أن يؤدي بعد الظهر فلا يؤديها لا رجاء لا قضاء ولا أداء. احتياطي احبابي البت إنك أساً بعد الظهر غسل جمعة نكونه بدل روز الشنبة بنية قضاء غسل جمعة كونه بخاطر بعض الروايات، بل يؤديها بنية الرجاء برجاء المطلوب. نعم في يوم السبت يقضيها، وهذا لمجموعة من الروايات اللي واردة في الباب، وأنهم لم يروا التوسعة في المستحبات. وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم. شلون ما بدي اكمل الموضوع.